السلام عليكم البنات، اليوم راني راح ندير لكم مسمنات، اخرين يقولوا لهم الرقاق، اخرين يقولوا مسمنات، اخرين يقولوا الرقاق بالقزقه شخشوخه. اليوم راح ندير لكم رقاق. انا هاكي الرقاق نتاعي، انا درتو عمر بن عمر ولا ها كنزه، درناه كنزه مع فرينه، درت فيها شويه فرينه شويه خميره شويه سكر، من بعد دلكتو مليح، دروك ركبتو، دروك راني راح نبدا لكم ندير لكم الرقاق. لوزنا حتى حي خلينا هي تحط، هاو تحط، خلينا تحط. لو درتي الزبده ودهان؟ لا لا، درت زبدة خلاص، هذاك تاع الباكيات، هذاك الزبده تاع الباكيات هي تشريها بابا، هي هذيك هي الاوراس، هي زبده الاوراس. اليوم البنات راني راح ندهن مليح بالدهان ونديرو شوية دقيق، راح نجرب نتاع الدقيق هذه ما يقولوا مليحة، راح نجربها. ندهنو مليح باش يجيكم الرقاق نتاعكم مليح. إذا تبقى ديري فيه؟ ندير ثلاثة. لازم تحط خيط. هي لازم، وكان ما يتحطش ما تقدريش ديريه، لازم يتحط روحيه، اي خليه يتحط مليح. خميره ما ديروش بزاف، شويه خميره مغرب صغيره، هي اخي قل باش تجيكم داير طبقات. الخميره هي باش تنفخوا، هي باش تنفخوا باش يجي رطب ويجي منفخ. دوك تشوفوا هاي هذوك نضربوهم البنات، ها هما كي السمنات نتاعنا. خليهم ما يحط يتحطوا شويه، لما نبدا على الاول ندير ثلاثه، نبدا على الاول نبدا هذه هنا، هاي نزيد اللوحه هذه هنا، هادو درناهم شوية كبار، ايه نزيدو الثالثة، نزيدو الله ها روحي ها مني. درتها كبيرة معليش، كل حد هاذي هاذيتش المقدور النس خلاص. هيا البنات حبيباتي، عندكم العبداوية نوضو ديروا الرقاق، عزينا الرقاق يحلى، ماهوش شرط لازم كل نهار ديري كيما نقولوا وصفة. ما على بالك شتي واش قالوا لك، قالوا لك علاه انت ديما في قناتك تدوري غير ما بين البربوشة الشخشوخة العيش، قولي لهم حنا الشاوية واش نطبخوا. اخي عندي قدام نعت لكم رقاق، كي نبغي ندير رقاق العمري ونعته لكم، ما هو الشرط لازم ديما نحطو لكم الجديد كيما الرقاق، حتى ولو كان عندي شهر من اللي حطيته نزيد نعاود نحطه لكم نفكركم فيه. كاين متتبعات جديد راحين يدخلوا عندك، لا نقعدوا نبغي هذيك الحاجه نروحوا نديروها، هي نحطوها لكم هذه انا كان حبيباتي. الرقاق اخي تبغي تروحي ديريه، بربوشه تبغي ديريها، هاي سيدي على كيف هاكم، على بالكم البنات الدار ديما واحد يغسل القش يعني كثر خير الماشينه. دمعة ونا تغلب الصيدان من الثانية وند عزيز مسمنات متحبان تثلاغ المتتبعة، إن شاء الله يا ربي العزيز توصلوا العبداوية للدرع الفضي إن شاء الله. شوفي الإنسان الناجح دي ما يمشي دوقا دو أصلا، الإنسان الناجح حما دي ما يمشي دوقا دوقا حتى أنت الحقي وين بغيتي، حتى لك ما شفتش الدرع الفضي مت نورمال. الله بحت كيما اليوم واش فيها؟ لا يكسر ربي شويه برك تسقال للمتتبعات. المهم زوج كلمات حلوات احنا نوصلوا وين بغينا ان شاء الله، انا نشتي المتتبعات نتاعو ديما يجيوني، هاي قالت لكم ماما المتتبعات ولا غير يجيوني حتى للدار، ما انا كيتقنشي فيه ما حسين مش صار مازال فرد متتبعه عام 12 شريه في الكومونتير جات عندنا في البيريود تاع كورونا، طوط بتحلت لها امال انا وماما ما كناش من فمو هي، انتوما ماكمش مضرافين ماكمش متربيين ما تدخلوش الناس،
شوفي حبيبتي قداهو الكومونتير كي تكتبي وحنا نسوبريمي، بصح اليوم راح نقولها لك حالة كورونا واحد ما يدخل واحد، سورتو اللي عنده مرض مزمن. الله غالب حنا معروفين في فاميلتنا مضيافين، يجيونا الناس نضحكوا لهم في وجوههم نستقبلوهم، الشيء اللي كاين في الدار نحطوه لك. جيتينا في بيريود انت كثر خيرك، قلتي جيت نبارك الجمال عاوك يعني العين والراس، بصح الله غالب حالة المرض احنا نقول في مالنا صلاة على النبي. شامكم الكورونا راح تخلصت ارواحي نزغرت لك وندير لك واش بغيتي تاكلي، ونبعد انا وحبيبتي نقصروا حتى تغلبي وروحي تروحي ولا تدي بلادي. هيا والبنات درك سمنات نتا معنا ولا فيقولوا البولي راح لي الهضره باش لا الهضره فيقولوا لها مسمنات و رقاق والرقاق اسمحوا لنا هاو كاين عطي لهم رقاق تاعكم ها باك الرقاق نتاعي عندي قداش البنات ما درتهولكمش ها ها باكي ها الرقاق نتاعي اليوم يوم برك اللي درت لكم قدام اليوم انا نقول للبنات نديروا رقاق نديروا رقاق اليوم هاني درتو ها باكي ها الطبقات نتاعو ها باكي ها نديروا لهم شويه دقيق والزبده وديروا راح شرينا البن راح نديرو بالبن هو البن نتاع انا البن ماشي بالك كيما البن نتاعنا نتاع الصحه هاي البن تاع الشكاير ها البن تاع الشكاير ولا القوطيات كيف كيف ايه البن تاع الشكاير البنات ها باكي تقعدوا حال السخانه والبنه من المراقي ها التمر اللي بغى ياكل بالتمر ها باكي اللي بغى ياكل بالغرس ها باكي واللي بغى ياكل هكذا ياكل واللي بغى يطيب الحليب يطيب هاي اللي بغى هذاك وقت العشيه اللي بغى يطيب لولادته الرقاق على الحليب يطيب لولادته الحليب الرقاق كيما رديتيه يتاكل بغيتي تاكليه هكذاك بغيتي تاكليه بالحليب بغيتي تاكليه بالبن المهم واش لي واعر واعر كي تندار كي تندار يتاكل كيما بغيتي التمر هذا خبيتيه ما اخي التمر هذا والله غير عنده عام من عام الاول للدرك ها وين جبدتو من لاباس ها هو كيما راهو راهو ها هو كي بايت هذوك خليناهم في الفريجيدار اليوم جبداتو امال والغرس ها هو كي اللي بغى ياكل بالغرس ياكل اللي بغى ياكل بالتمر ياكل ما تاكلش تي بزاف السكر انا عندي السكر ناكل ثلاثه تمرات اربع تمرات بزايد عليا هذا هو العشاء تاعنا تاع اليوم هذا هو العشاء تاعنا درنا محجوبه هذيك محجوبه كلاوها اللي بقى ها هو كي حنايا راح حنا كلنا وامل وانا وساره وراضيه راح ناكلوا رقاق بالبن هيا ناكلوا بالصحه ولهنا ان شاء الله ديروا بالصحه ولهنا ديروا بنات الحال سخون ما حنا نذكركم بركي لا كل واحد بغى يدير اللي ما بغاش يدير ماش راح نحتم عليه يدير ولا ما يديرش كل واحد واش الصنعه نتاعو في راسو انا راني نذكركم برك الاخر اسمو غلبنا من المراقي غلبنا من الشكاشكي غلبنا من اللحم قلت لهم انا اليوم راح ندير رقاق هيا مالا تبقاو على خير تبقاو على خير وتصبحوا بخير وربي هني بناتي وربي هني الناس وكل الجزائر كله ربي يحيي علينا المرض هذا ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين بقاو على خير